السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء غريب قابلني فقلت لازم نشوف الموضوع ده بتكلم عن ايه. مخلوق غريب في روسيا شاهد مخلوق غريب على احد شواطئ روسيا. شوف ده حقيقة ولا خيال يا ترى؟ دي الخريطة، ده الخبر. رائحة كريهة، وشعر ابيض ورمادي غزير لا يظهر رأسه ولا عيناه. هو بحسب الصحيفة بيقول ان ده شيء غريب لقوه على شاطئ روسيا. طب يا ترى ده ايه؟ هنشوف دلوقتي الفيديو وهنتأكد ايه اللي فيه. عشان كده المخلوق الغريب ده على شاطئ روسيا جرفته الامواج البحر الى احد الشواطئ في روسيا، يظهر المخلوق ويبدو انه ميتا من فترة كبير في الشرق الروسي. فيا ترى حقيقة ولا خيال؟ الله اعلم هو ده ايه. ممكن يكون احد الحاجات البحرية، المخلوقات البحرية، ونتيجة تحلله او نتيجة الفترة اللي قاعد فيها وصل للشكل ده، او الرائحة الكريهة والشعر الابيض. المشكلة اللي هو في الشعر الابيض والرمادي ده غزير، كان مخلوق ضخم وغريب على احد شواطئ روسيا. كان خبر قابلني في الصحف الاجنبية وبعض الصحف العربية ما جابته، اهو قدام حضراتكم هنشوف دلوقتي الفيديو جايب المخلوق نفسه. فهل ده حقيقة ولا خيال؟ وصاحبة الفيديو نفسه اللي صورت الكلام ده بتقول عاوزين حد يشوف ده ايه. ومعهد الابحاث نفسه بدأ يقول ده عبارة عن حوت ومتحلل واسماء قرش ومتحللة، والسلطات الروسية لم تصدر اي قرار لغاية وقتنا هذا. فمحدش عارف هل بقى ممكن يتحلل بالحمض النووي ولا لا. ده بتاع تأثير البحر دي، هل دي المرة الاولى اللي حصل فيها الكلام ده؟ شبكة ناشونال جيوغرافي كانت بتقول في صور لحيوانات تانية على شاطئ الفلبين نفس القصة. ده معناه لك فيه كائنات بحرية غامضة. الله أعلم ده حقيقة ولا خيال. فأنا حبيت أشارك الموضوع ده معاكم. ودي الصورة أهو في مواقع تانية، جرفت الأمواج مخلوقا غريبا ذا رائحة كريهة يغطي الشعر كل أجزاء جسده على ساحل كامتشتاكا في شرق روسيا. ده قدام حضراتكم أهو، يظهر مقطع الفيديو اللي تداول على التواصل الاجتماعي وفي بعض اليوتيوب الأجنبي. والأهو دي الصورة ليه بعد فترة من التحلل. فيا ترى حقيقة ولا خيال؟ هنشوف صورته وهو باللون الأبيض أهو. الصورة اللي قبل كده كان متحلل. بعض الصور اللي بيقولوا زي الجليد كده زي المخلوق اللي قدام حضراتكم ده. نشوف بقى الفيديو أهو، تصوير للمخلوق الغريب. فيا ترى ده حقيقة ولا خيال؟ الله أعلم. على العموم احنا حبينا نوضح الصورة عشان برضو يبقى فيه مصداقية. يا ترى ده ايه؟ الله أعلم ده ايه؟ هل حيوان فعلا بس ما نعرفش عنه حاجة؟ الله أعلم. كل ده حبيت انشره على قناة أجيال أندلس او في قناة البيت بيتك، بحيث اللي كل احبابنا يبقى عندهم خبر بالموضوع ده. اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد، وانشر الفيديو حتى عمل فائدة. متنساش لايك او شير. في امان الله. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.